أما الآن فينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأسبق طبعا للرد على ما ورد في مقدمة نشرة هذه النشرة. مساء الخير حضرة العماد، ولكن هنا تجدر الإشارة لو سمحت لي بأن ما ورد في مقدمة هذه النشرة جاء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، تفضل الهواء لك، ما ردك على ما ورد؟ أنا موجود. أولا أريد أن أحيي محطة الجديد، فأنا متابع جيد لمحطة الجديد وبصورة خاصة لك شخصيا. شكرا لك. فأنا موجود الآن بفرنسا مشان ناحية طبية، أنا مركب بطارية لقلبي ولازم نعمل التشيك على البطارية ونعمل بعض فحوصات وراجع يوم السبت إلى بلدي دمشق. عفوا توضيحا، راجع أيمتى حضرتك؟ السبت. السبت نعم. أنا السبت سأكون في دمشق. نعم. إذا حضرة العماد، يعني ما صحة ما ورد في وكالة الصحافة الفرنسية عن خلافات بين حضرتك وبين آصف شوكت طبعا مع حفظ الألقاب، وبأنه مش بس حضرتك ونجلك غادرته وإنما أيضا أحفادك غادروا نهائيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا أولا ابني فراس رجل أعمال. نعم. كل يوم في بلاد بتحرك، رجل الأعمال بتعرفي موجود مشان شغله. شغله بدبي الآن. نقل أولاد على دبي على مدرسة. أما بالنسبة لخلافات بينه وبين أصف شوكات، هذا ما في أبدا إلا المحبة بين بعضنا البعض، فما في شيء أبدا. نعم. على كل حال نحن مثل ما برجع وبعيد مرة تانية حضرة العماد، نحن الخبر اللي أولدناه هو فقط توضيحا نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية. سلامة قلبك وشكرا لك على هذه المداخلة. تسلمي حبيب قلبي. انت يا الله.